فيروس الكورونا شكلها زاكية. ليش؟ عشان بس تدخل الدار تضربها بالشبشب. شو؟ هذا الفيروس صغير صغير كيف تنتظروه؟ تعرفين الكورونا فيروس بنتقل من الأكل؟ معقول؟ لا بديش أكل بديش أكل. لا الكورونا فيروس ما بنتقل من الأكل، بموت بموت بالمعدة. شو بتسوي؟ بغسل إيدي من الكورونا. لا ما بنفع، لازم تغسل إيديك بالمي والصابون. شو بتعمل؟ بشرب ينسون عشان فيروس الكورونا. بلا ينسون بلا ليمون بلا خس. بلا ينسون بلا بطيخ، اللوتس أحسن. بلا ينسون بلا لوتس، الزيت والزعتر أحسن. تعرف إن الكورونا بده يقتل 10 مليون؟ بس 10 مليون؟ أنا سمعت 20. بخبعكم رح يقتل 25 مليار. أصلاً ما في 25 مليار. كو السلام عليكم. لا تفوصوا بعد الكورونا في كل مكان. إحنا عرب ما بيهمنا. ما تحكيش مع هذاك، هو صيني. أنا مش فيروس، أنا إنسان. ثلاث. تعرفين الكورونا ما بصيب الأولاد صغار، بس بصيب الكبار. والله ما كنتش عارفة. لا بصيب صغار. شو بتعمل؟ بشرب أنتي بيوركس، هو ضد الكورونا فيروس. الأنتي بيوركس عشان بكتيريا مش عشان الكورونا فيروس. ما عليه كورونا. واحد اثنين. باكج من تشاينا عليه كورونا. بس مشان هو من تشاينا ما عليه كورونا فيروس. عشان تقتل الكورونا انت بتاكل ثوم وملح. ولكم انتم مجانين، كل هذا تخويف. انا عندي كورونا راح احط كحول. اذا انت عندك كورونا بيكون جوا جسمك مش برا جلدك. او الكحول ما حتنفع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل